كما اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية بمقر البرلمان الأوروبي مع سعادة الدكتور هانا نيومان رئيسة الوفد المعني بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي. خلال الاجتماع نوه سعادة وزير الخارجية بالمسار المتلامي في العلاقات الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي والاهتمام الذي يبديه الجانبان لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة، مشيدا سعادته بالجهود المهمة التي يبذلها البرلمان الأوروبي في مد جسور التعاون مع دول مجلس التعاون وتبادل الخبرات والزيارات من أجل مزيد من التواصل والتقارب بين الشعوب، وملوها بأهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والمضي به نحو مستويات وأفاق أوسع تحقيقا للأهداف والمصالح المشتركة. من جهتها أشادت سعادة الدكتورة هانا نيومان بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع ما بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي والسعي المشترك لتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات بما فيها المجال البرلماني، منوهة بالدور المعهود لمملكة البحرين في دعم السلام الإقليمي بالمنطقة والجهود التي تقوم بها لتعزيز الأمن والاستقرار وما حققته من مكانة إقليمية ودولية رفيعة، ومتمنية سعادتها لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والتطور والازدهار. وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه تعزيز وتطوير التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن البرلماني.